وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم. أهلا بك سعادة الوزير في نشرة الأخبار، وإذ نتحدث بداية عن موضوع تقليل عدد الدروس المطلوبة في الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني. نعم، أسعد الله مساءكم بكل خير. وزارة التربية والتعليم تعمل في الواقع على عدة مسارات لتطوير النظام التعليمي وطبعا رفع جودة مخرجه. المسار الأول هو ما يتصل بمراجعة النظام التقويم. نظام التقويم المطور طرحته وزارة التربية والتعليم خلال الفصل الدراسي الأول، وطبعا جاء ذلك بعد سنتين وأكثر من سنتين في الواقع من التبعات الدولية التي تركها طبعا فيروس كورونا أو جائحة كورونا على الأنظمة التعليمية في مختلف دول العالم. فالنظام شكل في الواقع يعني عملية تقويم جادة جدا وفيها الكثير من الأعباء والمهام الدراسية للطلبة، وحقق الكثير طبعا خلال الفصل الدراسي الأول. وطبعا عمل المعلمون ومنتسبو الهيئة الإدارية في المدارس على تطبيق هذا النظام بما يضمن الارتقاء بمستويات التحصيل العلمي ويقلل الفجوة المتعلقة بالفاقد التعليمي التي خلفتها الجائحة. وطبعا من منطلق شراكة وزارة التربية والتعليم مع مجالس الآباء وأولياء الأمور، ارتأت الوزارة طبعا عقد عدد من الاجتماعات مع مجالس الآباء لأخذ يعني مرئيات أولياء الأمور وأيضا حتى المعلمين الذين هم جزء من مجالس الآباء فيما يتصل بنظام التقويم المطور. وطبعا اتخذت قرارات متعلقة بإدخال بعض التعديلات والتحسينات على هذا النظام بحيث يضمن جودة عملية التقويم وفي نفس الوقت يخفف نوعا ما من العبء على الطالب وحتى على المعلم. المسار الثاني وهو الذي ذكرتموه طبعا في التقرير هو تقديم عملية تدريب لامتحانات IELTS وتوفل لجميع طلبة الصف الثالث الثانوي، ونحن هنا نتحدث عن الطلبة الذين سيقبلون على التخرج قريبا. كما تعلمين هذه الامتحانات مهمة جدا لأنها تمثل مرتكزا أساسيا للقبول في الجامعات خارج مملكة البحرين، كما أنها تساعد الطالب في تأمين قبول سريع داخل مملكة البحرين بحيث يتم إعفائه من البرامج التمهيدية أو طبعا البرامج التأهيلية التي تقدم من خلال برامج الفاونديشن أو الأورينتيشن. هذه الامتحانات مهمة جدا لأنها تركز على المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية مثل القراءة، الكتابة، التحدث، الاستماع، وهي تعتبر خلاصة إتقان اللغة الإنجليزية. لذلك قررت وزارة التربية والتعليم طبعا من خلال التنسيق أيضا مع جهات دولية في هذا الجانب مثل بريتش كونسل وجامعة كامبريدج أن تخطو خطوة في هذا الاتجاه بحيث يتم اختصار بعض متطلبات مقررات اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الثالث الثانوي والاستعاضة عن ما سوف يتم اختصاره بتقديم هذا التدريب لطبعا امتحانات IELTS وتوفل بحيث يحصل الطالب على مقدمة حول أهمية هذه الامتحانات ويخضع لعملية امتحان تجريبية وتدريبية يعني تؤهله لخوض هذه الامتحانات بعد التخرج من المرحلة الثانوية بما طبعا يسهل عليه الحصول على القبول في طبعا مختلف مؤسسات التعليم العالي سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها. نعم، سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.